سؤالهما الآخر عن حكم رسم الجماجم. رسم الوجه لا يجوز، لأن الصورة هي الوجه، فإذا كان فيه ملامح الوجه المعروفة من العينين والفم والأنف، فهذا لا يجوز، لأن هذا هو الصورة المنهي عنها. أما إذا كان مجرد رسم بدون ملامح الوجه وإنما هو مطموس فلا بأس بذلك. نعم. يبدو لي أن السؤال عن الجمجم بعظم الرأس، يعني عظم اللحية، عظم الرأس أو الوجه، أو ما يتبين فيه، ما يتبين فيه صورة من إنسان فإنه لا يجوز. أما ما كان مطموسا ولا يتبين فيه ملامح الإنسان فهذا لا بأس به، مثل رسم الشجرة والجدار وغير ذلك. نعم.